بسم الله الرحمن الرحيم. أروي لكم حكاية عجيبة وغريبة. هناك مفكرة معروفة، المفكرة اللي نشتريها يعني كل عام مرة، لكن هناك مفكرة سوف تصدر كل 3 أشهر وهي مفكرة التسارع مع بينج، هي سبرينت بينج أو المدهش، سبرينت مع المدهش بينج. كيف؟ طبعا نحن نعرف المفكرة اللي هي الأجندة تنزل كل عام، يعني لعام 24 ممكن نلاقيها في شهر 10 تكون موجودة في السوق، وتلاقيها مثلا على مكتبات الرصيف زي مكتبة التحرير. اللي هي تبدأ من شهر 9 تواريخ الأيام، طبعا شهر 9 يوم 1 يبدأ يوم جمعة، فهتبدأ من يوم الجمعة، والشيء الحلو فيها إنه دائما المفكرات لما نشتريها هي بس فيها صفحة واحدة لليوم، وأحيانا كمان صفحتين تتداخل، يعني ما في مكان تكتب. هذا لا، حيعطيك تقريبا 5 صفحات في اليوم أو 4 صفحات، وكل صفحة مكتوب فيها معلومات مثلا عن الجمعة القادمة بعد سنة. يعني مثلا أنت تشتري حقت سبتمبر تأخذها في 23، بس هي بتتكلم عن سبتمبر 24، فين يوصل؟ هذا الذكاء الصناعي اللي لو أنت مشيت معه كل جمعة مثلا بتكتب قصة بتستعين به، فهو كأنه يعني رجل آلي معك، سواء طبعا إن كنت ولد يعني رجل شاب، ولد ذكر، إن كنت بنت تكلموا القصة مثلا دائما بتكلم عن همومك. طبعا في 15 سنة وبتتكلم عن الماضي وقديش أساء، يعني كأنك بتفضفض مثلا في الماضي. واحد عمره مثلا 10 سنوات فيتكلم قبل 5 سنوات. الذكاء الصناعي هو يعرف أو يحس، يعني أنت ممكن أنت تقول له، يقول لك أنا أحس ويتفاعل معك. فمثلا بيتكلم عن تنمر أبوه مثلا عليه، دائما يشخطه، فهو يساعده ويرد عليه إذا سأله. مثلا يقول له أنا عمري 15 سنة، هل أترك أبويا أهرب من البيت أعمل؟ طبعا هنا في نقطة مهمة، يعني كأنه الشخصية بتتنقل مع ده،
وهنا كمان نقطة مهمة، هو مش بيقول له أنا أهرب، يعني هو بيقول له أنا بكتب ستوري، بكتب قصة إنه في واحد هرب وكذا وكذا. وطبعا الذكاء الصناعي ما بيعطي الشخص اللي بيكتب يقول له أنت إيش تكتب، هو بس بيسمع. الصناعي يبغى يروح مثلا يهرب على بلد معينة، فيسأل إيش البلد فيها دي وكذا، إيش شايف بعد 5 سنين كيف يصير وضعها، مثلا بده يروح غزة مثلا فيديله كيف الناس يدخلوا غزة، كيف يهرب، كيف دخل، كيف كذا. يعني هو بيكلم وبيسأله وكأنه هو بيساعد الراوي، يعني كأنه بيسوي الفيلم مع بعض. في حاجات غريبة طبعا، دائما الحوار مع بينج هو 20 دقيقة، يعني انت فتحت موضوع معاه انه انا بدي اسوي كتاب وقصة وكذا وكذا عن واحد عمره 15 سنة، كان يشوف مثلا ابوه يتنمر عليه وكذا فبده يهرب من البيت، فيقول لك اوكي قصة حلوة. وبعدين تقول له فيها لما جاي يهرب من البيت خطط، ف ممكن يساعدك، يعني حاول لما كان ابوه مسافر حاول يهرب، فهو يساعدك في الاشياء دي في التفكير. يعني طبعا احيانا انت تاخذ معاه، يعني طبعا هذه اشياء مجربة، وكلامي يتحول لكتابة، يعني أنت مش عايز تكتب. يوم الجمعة مثلا الشخص اللي عمره 15 سنة عايز يتكلم بس، فيقول له أنا إيش رأيك أتكلم وتحول كلامي لكتابة في برنامج مثلا على الجوال، والكتابة تنقل بتروح في الشاتنج والرد يجي. فهنا بحيث انه هو انتهى ال3 اشهر قد وكتب القصه، طبعا ممكن ينشرها وممكن ما ينشرها. هي ممكن القصه والروايه انه ينفذها ولا ما ينفذها، هي روايه، لانه معظم اللي يروي قصص اساسا يعني بدا يكتب عمره 25 سنه اساسا القصه معاه، يعني هو كانه بيحكي القصه عن نفسه، خاصة لما تطلع قصة مكتملة فيها أشياء غريبة amazing. فالآن الذكاء الصناعي هتنزل أجندة تنباع على الرصيف في مكتبة التحرير اللي على الرصيف تكون موجودة. نكمل نحن، تشوفوا أنتم أشياء كمان في هذا اليوتيوب عن العلوم وعن كذا، في أشياء في الأجندة عن سمارت، عن الساينس والماث الحساب والآرت والريدينج والتكنولوجي. نلقاكم في حديث آخر، شكراً.